كابوتشينو تشيك، بريوش كون كريما تشيك، وصرنا جاهزين لنكتشف شارع بوينوس آيرس، شارع الشوبينج بميلانو. كورسو بوينوس آيرس، شارع فيه كل شي براندز بالكواليتي الميديوم، مش الهاي اند براندز مثل دولشي اند جابانا، جوتشي وهالقصص، براندز الإيطالية. بما انه ميلانو هي عاصمة الموضة، هون المحلات مثل زارا، اتش اند ام، وهذا الليفل من البراندز. هالشارع كتير كبير، بتلاقوا فيه كل شي محلات بتفكروا فيها، حتى في كافي شوبس وأكل مطاعم. موجودة هون، شارع كتير كبير. هاي زارا ايطاليان ستايل، يعني كله منيح انه صحيت شوي لقدرنا نعمل هالفيديو مرتاحين. اودي ستور، أي نوع شكل بتحلموا فيه موجود هون. طقس كتير حلو اليوم، أي غرض بتفكروا فيه بتلاقوه بهالشارع. ليما هي واحدة من المترو ستيشنز اللي بتجي بنص شارع بوينوس آيرس.
كل شيء انترناشونال براندز هون. سيريو فايف جايز والحلو بهالشارع انه يوم الاحد مش مثل اوروبا كل شي بيسكر. يوم الاحد كل المحلات فاتحة، يعني محلين ثلاثة مسكرين بس مش اكثر. 99% من المحلات كلها فاتحة يوم الأحد، هيدا الشيء صعب تلاقوه بغير مدن بأوروبا. هيدا او في اس مثل اتش اند ام بس ايطالي. بنتون يعني أي شيء بدكم إياه بتلاقوه هون. فوت لوكر، جيوكس، سواروفسكي، ما عم يخلص هالشارع.
هذا الشارع كتير قريب من ميلان عشان ترقله. إذا بتروحوا من هون دغري بتصيروا على الخط تبعها، هي المين ترين ستيشن بميلانو، والأغلب اللي بيجوا لهون من داخل أوروبا أكيد بيجوا عليها للميلانو سنترالي. هون بيخلص الشارع.